ارامكو مثلا هي اكبر مستاجر للسفن في انحاء العالم، فمعناته ارامكو عندها فرصه. ذكرت عدة مصادر لرويترز أن مستثمرين كبار يجرون محادثات لشراء حصة في شركة أرامكو السعودية التي تستعد لبيع جزء إضافي من أصولها لمستثمرين دوليين. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال في تصريحات متلفزة الثلاثاء الماضي إن السعودية تجري نقاشات لبيع 1% من أرامكو إلى شركة طاقة عالمية رائدة، وأنها قد تبيع مزيدا من الأسهم بعضها إلى مستثمرين دوليين في غضون عام أو اثنين. مستثمرين دوليين رئيسيين سوف يعلن عنها في خلال السنة أو سنتين القادمة. بنسب كم؟ وستصل قيمة حصة قدرها 1% إلى حوالي 19 مليار دولار من واقع القيمة السوقية الحالية لشركة أرامكو. وتجري أرامكو محادثات مع CIC ومع شركات نفط وطنية صينية حسب ما ذكره أحد المصادر والقريب من CIC. وقال مصدر ثان يعمل لدى صندوق استثمار مباشر مدعوم حكوميا إن أرامكو على اتصال بمستثمرين صينيين منذ سنوات قليلة، وأن CIC هي المستثمر الأرجح. وأضاف مصدر ثالث مقرب من أرامكو إن للمملكة علاقات وطيدة مع الصين، والمساهم الرئيسي سيبت ماذا يفعل بأسهمه. وأشار مصدر آخر إلى أنه قبل الجائحة التي ألمت بالعالم أجرت أرامكو جولة في أنحاء الصين بحثاً عن مستثمرين، حيث تحدثت إلى جميع المستثمرين الحكوميين الرئيسيين ممن لهم أموال في الخارج، لكن عدداً قليلاً فحسب أبدى اهتماماً، وكانت CIC وصندوق طريق الحرير الصيني من بين الكيانات التي خاطبتها. والسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وظلت في مارس أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين للشهر السابع على التوالي. وأدرجت أرامكو أكبر شركة نفط في العالم في البورصة السعودية أواخر عام 2019 لتجمع 25.6 مليار دولار من عملية الطرح العام الأولي، ثم باعت مزيداً من الأسهم إلى مستثمري الطرح لتصل بالحصيلة الإجمالية إلى 29.4 مليار دولار. وكان طرح أرامكو في عام 2019 أحد أركان برنامج تنويع موارد الاقتصاد الرامي إلى جذب الاستثمار الأجنبي.